انبهر الجميع عند رؤية روبوت تسلا يرقص على خشبة المسرح. مبدأ الروبوتات نشأ لمساعدة الناس في مهامهم اليومية المملة مثل شراء البقالة وتنظيف المنزل وقص عشب الحديقة، وكذلك تولي بعض المهام الصعبة مثل إصلاح سيارتك أو تحضير وجبة طعام. لكن على الجانب الآخر، لن ترى الروبوت يقوم بكل المهام الروتينية طوال الوقت لأنه يدرك ما يفعله. تضم سيارات تسلا أحد أفضل برامج التشغيل في العالم مع تقنية ذكاء اصطناعي متطورة للتنقل والقيادة الذاتية. وإلى جانب مظهرها الفاخر، لا تنبعث منها مواد كيميائية سامة مثل السيارات العادية. هذه السيارات فائقة السرعة، ويمكنها الاتصال بهاتفك ومساعدتك في إنجاز عدة مهام وأنت على الطريق. تصنع هذه السيارات بأحدث التقنيات، كما أنها متينة بدرجة هائلة. لكن شركة تسلا لا تنتج السيارات فقط، فهي شركة برمجيات أيضا. تجمع آلية القيادة الذاتية البيانات من العالم الواقعي في الوقت الحالي وتحملها على خوادمها، وهكذا عند قيادة سيارة تسلا على الطريق تقوم السيارة بشكل متواصل بتحديث الخرائط والذكاء لسيارات تسلا الأخرى لالتقاط البيانات الجديدة وتطبيقها أثناء القيادة الذاتية. لذا إن كانت سيارتك التسلا على وضع القيادة الذاتية وسارت على مطب، ستحفظ هذه الحادثة لمستخدمي تسلا الآخرين لتحذيرهم من هذا المطب. الذكاء الاصطناعي قادر على اتباع المسارات والتنقل وسط حركة المرور، كما يمكنه استشعار وجود مشاة على الرصيف أو يقطعون الطريق، كما يمكنه تجنب بعض العقبات وركن السيارة في مساحات ضيقة من خلال تحليل محيطها. وهكذا يعتمد كامل النظام على تحديث الناس له حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من فهم ما يجري. سيعمل الروبوت تسلا بنفس هذه الطريقة، سيؤدي المهام اليومية ويتعلم من الأخطاء التي يرتكبها. هذا الروبوت مزود بعدة كاميرات وأجهزة استشعار للحفاظ على توازنه أثناء الوقوف على قدميه. وبشكل أساسي، سيارات تسلا هي مجرد أجهزة كمبيوتر متطورة على عجلات، ويمكنك اعتبار تسلا شركة لتصنيع الروبوتات من قبل الإعلان عن روبوتها. يبلغ طول الروبوت 180 سنتيمتر، ووزنه 57 كيلوغرام، ووجهه عبارة عن شاشة. يمكن لأي إنسان التفوق عليه في الركض بسهولة، لأنه يسير بسرعة 8 كيلومترات في الساعة، ولا يمكنه حمل وزن يتجاوز 20 كيلوغرام. لكن يمكنه رفع وزن يبلغ 68 كيلوغرام، أي بوسعه حمل أريكة دون كسر ظهره. ولأن الذكاء الاصطناعي يعتمد على التعلم، فإنه سيتفوق في أداء المهام الصغيرة سهلة التعلم. سيلاحظ الأغراض التي يجب أخذها ويضعها في عربة التسوق، وعلى الأرجح سيعرف حليبك المفضل ويختار الفواكه والخضار الجيدة، وقد يجري حتى عمليات شراء ويعرف القدر الذي يجب إنفاقه ضمن ميزانية معينة. وبالنسبة للأعمال المنزلية، سيتعلم الروبوت كيفية غسل الأطباق وترتيبها دون كسرها أو حتى وضعها في غير أماكنها. إن كنت تملك سيارة تسلا، فمن المؤكد أن الروبوت سيكون على نفس النظام البيئي لبرنامج التشغيل مثل كل منتجات تسلا. ستتمكن من الحصول على تحديثات من سيارتك باستخدام روبوتك كسكرتير شخصي. وبالمناسبة، اعتمدت بعض الدول أنظمة تشغيل تعمل بالذكاء الاصطناعي للتعامل مع مكالمات الزبائن اليومية. يمكنك إجراء محادثة كاملة على الهاتف مع عميل ذكاء اصطناعي يساعدك في حل أي مشكلات تواجهها. يمكن لهؤلاء العملاء التعامل مع آلاف المتصلين دون أن يضطر أي متصل إلى الانتظار لساعات للتحدث مع موظف بشري، كما يتعلمون من كل مكالمة ويجمعون المعلومات في برنامج نصي للتواصل فيما بينهم لمساعدة الجميع. الشات بوت مفيد في جمع البيانات من الناس لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم. لذا يمكن لروبوت تسلا تحديد ما يضايقك أو يسعدك أو يحزنك، وقد تتمكن من إجراء محادثة صباحية معه كما لو أنك تتحدث مع إنسان حقيقي. وبالاعتماد على أنظمة تعلم الذكاء الاصطناعي، يمكنه تعديل إيماءات وحركات معينة لتبدو مثل نظيرتها غير الواعية لدى البشر.
عندما يسمع أي مستثمر هذا الكلام سيخرج محفظته ويدفع مبالغ طائلة لجعله حقيقة، لكن الثغرات كثيرة في روبوت التعلم البشري، إذ قد يشكل خطراً على الأمن الإلكتروني لأنه قادر على الوصول إلى كل بياناتك الشخصية وحساباتك المصرفية وغيرها من المعلومات الحساسة. كما قد يقوم بعض مجرمي الإنترنت بتعديل الروبوت بطريقة تزيد من سرعة عمله أو وزن الأشياء التي يمكنه رفعها. منح الروبوت هذه القوة قد يأتي بنتائج عكسية ويلحق الضرر بأي شخص حوله، حتى لو كانت النية سليمة قد يستجيب الروبوت بطريقة مختلفة ويسبب العديد من المفاسد. ولأن معظم برنامج تشغيل تسلا يعتمد على السلوك البشري والبيئة المحيطة، فإن العبث بالروبوت لتلبية احتياجاتك الشخصية قد يتسبب في كارثة. إيلون ماسك يتخيل اندماج البشر مع الروبوتات في المستقبل، مما سيمهد مسارا مختلفا لأحفادنا. وفي عالم البشر الآليين ستصبح التقنية مثل الهواء الذي نتنفسه، وقد تصبح هذه الروبوتات أول من يستعمر كوكب المريخ. بعد إتقان الروبوتات الاستجابة للبشر واتخاذ القرارات، قد تنطلق في رحلات فضائية غير بشرية وتكون أول من يهبط على الكواكب الأخرى. شركة سبيس إكس، وهي شركة أخرى يملكها ماسك، تركز على أخذ البشر إلى القمر ومن ثم إرسالهم من القمر إلى الكوكب الأحمر. يمكن لهذه الروبوتات الهبوط على القمر دون المخاطرة بحياة أي إنسان، وستتمكن من الاعتماد على نفسها ومباشرة العمل. قد تتخصص بعض الروبوتات في مهام معينة مثل قيادة الصواريخ أو الهندسة أو دراسة النظام البيئي على المريخ. أرسل البشر بالفعل روبوتات مستكشفة تجوب سطح الكوكب وتلتقط صورا دقيقة، لكن هذه الروبوتات ستقوى على فعل المزيد ومحاكاة حركة الإنسان على سطح المريخ قبل أن يهبط أي إنسان هناك. ستتمكن من تسجيل الأحاسيس وإرسالها إلى الأرض حتى نحللها ونحضر لوصول البشر. ستبدأ بتشييد مبان للبشر وإنشاء نظام بيئي، وعند اقتراب موعد الانتهاء من البناء سيكون البشر في طريقهم إلى المريخ لبدء حياة جديدة. يمكن للروبوتات السير في الهواء الطلق وأداء العمل البدني اللازم لبناء الأساسات، كما يمكنها التحكم في الآلات المستوردة لحفر الأرض. ستتمكن المركبات المصممة للمريخ من تنفيذ المهام بشكل أسرع من المركبات الحالية. ستتطور التقنية كثيرا بحلول ذلك الوقت لدرجة أن المريخ لن يبدو مختلفا عن الأرض. في خط التجميع في المصنع لا تصمم الروبوتات بأشكال بشرية لتشغيل الآلات وتجميع القطع، بل تصمم للعمل على مهام محددة. لن يكون من المنطقي صنع روبوت بشري الشكل لقيادة سيارة وتسميته سيارة ذاتية القيادة. لقد صنعوا سيارات تسلا المعروفة حاليا، مثلما تم تصميم إنسان آلي يشغل الآلات في المصنع. يمكن لأذرع الروبوت في المصانع تنفيذ مهامها بشكل مثالي، لذا على الأرجح أن روبوتات المريخ ستكون مصممة لأداء مهام معينة. على سبيل المثال، سيكون لدى الروبوت البارع في الحفر جرافة لكن بمقاس مختلف، وستصمم الروبوتات الطائرة إلى المريخ بشكل مناسب للطيران. أحدثت تسلا ضجة كبيرة بالإعلان عن الروبوت، حتى لو لم يحدث أي شيء في المستقبل فإن الناس يتحدثون عنه ويشاركون مقالات ومقاطع فيديو لرقص الروبوت.